رأيك بهمنا. برنامج تفاعلي يستمع إلى آرائكم في مختلف القضايا. برنامج رأيك بهمنا، لأن رأيكم بهمنا دعونا نستمع إليه لنصل إلى حلول مناسبة حول القضية التي نطرحها. برنامج رأيك بهمنا، كونوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبتي مشاهدي فضائية الحقيقة الدولية في حلقة جديدة من برنامجكم رأيك بهمنا. موضوع حلقتنا لهذا اليوم تأجيل حبس المدين، وقرر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم بتمديد العمل بأحكام أمر الدفاع رقم 28 لسنة 2021. أمر الدفاع يؤجل بحبس المدين حتى تاريخ 30 من حزيران لعام 2022، يعني الآن لن يتم حبس المدين إلا بواحد 31/6 السنة الجاية، يعني معهم الآن تقريبا 7 شهور. سنتحدث باستفاضة حول هذا الموضوع بعد لحظات، ابقوا معنا. رأيك بهمنا. برنامج تفاعلي يستمع إلى آرائكم في مختلف القضايا. برنامج رأيك بهمنا، لأن رأيكم بهمنا دعونا نستمع إليه لنصل إلى حلول مناسبة حول القضية التي نطرحها. برنامج رأيك بهمنا، كونوا معنا. أهلا بكم من جديد، ونجدد الترحاب بالانضموا لنا من جديد حتى تتابعوا معنا برامج فضائية الحقيقة الدولية. قرر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم تمديد العمل بأحكام أمر الدفاع رقم 28 للعام 22. أمر الدفاع يؤجل حبس المدين حتى تاريخ 31/6/2022، يعني تقريبا 7 أشهر. القرار كما يعني تم تفسيره بأنه يأتي مراعاة للظروف المالية والاقتصادية الناجمة عن وباء كورونا. نطرح نحن وإياكم التساؤلات التالية، وبعدها نتلقى اتصالاتكم. هل يستطيع المدين تدبير أموره من هون ل 31/6، يعني 7 شهور بيقدر ويكون قادر على إجراء التسويات وحل أموره، نعم أم لا؟ وهل فترة 7 شهور كافية أم لا، مع دعواتنا دائما وأبدا إلى أنه يتم إلغاء حبس المدين للأبد؟ هاي يعني اللي بنحكيه، لأنه في كل قوانين دول العالم لا يجوز حبس المدين. نستمع إلى آرائكم حول هذا الموضوع حتى يعني نصل لخلاصة حول ما تم وقرره رئيس الوزراء. أول المتصلين خليف، السلام عليكم ورحمة الله. الله يمسيك بالخير يا أبو حبيب. يمسيك بأنوار النبي يا رب. الله يعطيك العافية ومشكورك لك على الحلقات الطيبة. شو رأيك أبو حبيب؟ القرار اللي تفضل فيه لا بأس، يعني خلينا نقول إنها دفع للأمام، شعور للمواطنين، يعني نوعا ما تقول كويس القرار. هل هذا هل الستة أشهر أو السبعة أشهر كافية للمدين إنه يعمل تسويات لأموره ويحل يعني مشاكله، ولا غير كافية؟ والله يا دكتور أبو حبيب الحقيقة المدة هذه غير كافية. غير كافية المدة هاي، غير كافية بظل الظروف المتقلبة الآن اللي تعيشها البلد. المدة غير كافية، ويا ريت لو كانت هناك المدة سنة شعور مع المواطنين، ويا ريت كمان إنه البنوك كمان تحذو
الموضوع هذا، لانه البنوك ماكل الشعب ماكل طيب الموضوع. يعني انت بتقول غير كافيه، لكن كاجراء اولي مقبوله؟ والله كاجراء اولي مقبوله. شكرا جزيلا اخونا خليف من المفرق، يعني بقول المده غير كافيه لكن كاجراء يعني مقبول انه يبلشوا المدينين يعملوا تسويات ويحلوا امورهم. سليمان السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك يا ابو حبيب؟ يا حياك الله. الله يسعد مساك يا دكتور. الله يطول بعمرك. ما بكفي، لان كل الشعب الاردني اغلبيته مديون يا ابو حبيب. غير كافي. سبع شهور. غير كافي. وين الشغل؟ يعني ماشي، قال له القاضي معاك لسبع شهور، وين اجي؟ وين الشغل؟ يعني اخونا خليف قبلك قال صحيح غير كافي لكن مقبول مبدئيا. والله يا ابو حبيب وين مقبول؟ يا سيدي طلعت، وين الشغل في البلد؟ غير كافي وغير مقبول. وين الشغل في البلد كمان يعني؟ ماشي، وين الشغل؟ يا ابو حبيب هم بلاطشوا، هذول بقيسوا على رواتبهم يا ابو حبيب، هذول بقيسوا على رواتبهم، رئيس الوزراء بقيس على راتبه يا سيدي، ما بقيس على راتبي وراتبك يا دكتور. يعني ما بيقدر المدين يعني يدبر اموره من هون لسبع شهور؟ من وين بده يدبر حاله؟ العالم واقع يا ابو حبيب، اذا انا زلمه هيني مديون وقاعد اقسم بالله ما معي اروح اطلع بالشارع. والله يا اخوي سليمان قد ايه قيمه الدين على سبيل المثال؟ والله انا علي 164 دينار شهري للبنك القاهره عمان يا ابو حبيب. يعني هذا مش مديون، يعني قسط 64 دينار، في ناس عليها 100,000 و200,000 ونص مليون. طيب هذول، طيب هذا بقيس له على رئيس الوزراء، بقيس له على راتبه، والوزير بقيس له على راتبه، طب تقيس على رواتب الناس اللي 450 يا ابو حبيب. قد ايه راتبك؟ انا راتبي كله 320 دينار. 320، 64 بروحن، يعني هذا مش دين، هذا 164 نص الراتب. وغير اجار البيت يا ابو حبيب، ويكون عنده صغار، وين بده؟ لا والله الحبس احسن له يا ابو حبيب. يعني غير كافي وغير مقبول. غير كافي، غير مقبول. وين نعم. انت اعطيتني ست شهور، وين اشتغل في البلد؟ لو اشتغلت ايش بدهم يعطوني 200 دينار؟ يعني ما ريحك شوي هذا القرار؟ لا ما فيش، يعني السرقة على تقعد كانها بلمح البصر يا ابو حبيب. لا حول ولا قوة، بارك الله فيك يا ابو حبيب. يعني وصلت منحوتك على راتبك 300 يقولوا 50 بروح منهم 164، يعني ما بكفنك، اذا يعني غير، يعني اخونا سليمان بقول غير كافي وغير مقبول. اخونا خليف اللي حكى الاتصال الاول قال غير كافيه لكنها مقبوله انه نحرك امورنا شوي. عبد الرحمن المؤمن السلام عليكم. يعطيك العافيه ابو حبيب. الله يعافيك يا رب. الله يسعد مساك. الله شو رايك بالقرار؟ والله القرار هو كويس يعني، وما شاء الله على القرارات يعني، والله انها ترفع الراس. يعني مقبول يعني ولا؟ والله يعني مقبول يا ابو حبيب. مقبول؟ والله مقبول. ست شو سبع شهور مقبول؟ والله يا ابو حبيب مقبول جدا جدا كمان. بس اخونا سليمان بيقول يا عمي لا والله لا بكذب، يعني منين نجيب؟ ما فيش اشغال بالبلد. والله انا يا ابو حبيب راتبي 220 دينار تقاعدي ضمان. نعم والله العظيم، والله العظيم ما هو مكفي لا اكل ولا شرب، وبالغصب علينا. كيف بتقول؟ والله يكون راتبي للبنك مخصوم. اخوي عبد الرحمن كيف بتقول طيب مقبول؟ انه التأجيل، ما تأجيل يعني برضو. نعم يعني وفي ناس عليها ديون، انا يعني والله علي ديون، والله ما انا قادر بالوقت الحالي. يعني السبع شهور مناحي لك بتدبر امورك. والله ان شاء الله، الله الله كريم، الله كريم. وانت بتقول مقبول، بارك الله في رئيس الوزراء. يا سيدي الله يبارك في الحق الدولي كمان. شكرا، شكرا جزيلا اخونا عبد الرحمن المومني. حسين العزام السلام عليكم. عليك السلام ورحمه الله وبركاته يا اخي العزيز ابو حبيب. حياك الله. وين بدي اروح بالاخره؟ انا الي 10,000، وين بدي اروح بالاخره؟ رئيس الوزراء مليار ونص ديون وكلها يسد عنهم، يسد عنهم يا ابو حبيب. رئيس الوزراء المليونير اللي اقتلسوا عمان الاردن وخزينه الاردن كلها، والله العظيم لا يتحاسب بالاخره، اول ليله ما بطلع على القبر رئيس الوزراء. طيب يعني عفوا مش دفاع عن رئيس الوزراء، بس شو دخلوا بالمديونين؟ يعني سد عنهم كيف؟ ليه؟ يسد عنهم اذا بده يسامح بموالنا.
الله لا يسامحه لا دار دنيا ولا دار اخره ولا دار. بارك الله فيك، شكرا 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 اخونا حسين العزام. يعني لغايه الان اخونا عبد الرحمن بقول مقبول، خليب بقول مقبول، لكن المده غير كافيه ل 31/6 السنه الجاي، عبد الرحمن بقول غير مقبول وغير كافي. اذا يعني الاراء ما بين انه يعني راضين عن قرار رئيس الوزراء انه مقبول والمده على الرغم انها غير كافيه، البعض بيقول لا مقبول والمده غير كافيه نهائيا. يعني احنا بنقول زي المثل اللي عندنا، ان شاء الله رب العالمين انه خلال السبع شهور او الست شهور و15 يوم بيقدر اللي عليه 2000 اللي عليه 3000 بيقدر رتب اموره خلال هالسبع شهور. سليمان السلام عليكم يا سليمان. ورحمة الله، كيف حالك أبو حبيب؟ حياك الله يا أخوي. أنا مع القرار، بس القرار نعم شغلني مشان أسد أنا. نعم، أما أنا عاطل عن العمل مش لاقي أسد. يعني أفهم من كلامك أنه غير كافي المدة؟ والله لا كافي المدة، ولا أنا بهمني أن تشغلني وأسد هاللي علي، أما أنا أسد وأنا عاطل عن العمل ما بصير. صعبة، شغلني ولا تبدد القرار بسد أنا. نعم. طيب الآن إذا سمحت لي قد قيمة الدين اللي عليك مثال؟ يعني أنا ما علي دين، أنا بحكي عام. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. ما بس عام للناس، يعني أنا بسد منين أسد مدام أنا عاطل عن العمل؟ كيف أسد؟ المدة غير كافية ويعني غير مقبول هذا القرار. غير مقبول. طب هل بتنصح انه هل قبل ما اروح لاخونا احمد بن اربد، هل بتنصح انه الغاء حبس المدين نهائيا؟ قطع الاتصال، شكرا جزيلا. احمد عبد العزيز السلام عليكم. بركاته اخوي احمد عبد العزيز. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام سيدي العزيز. القرار مقبول للي عندهم دين كما تفضلت 3000 دينار. نعم. اما الطبقه الثالثه والتجار اللي رايحين يحركوا الاقتصاد اللي دينهم فوق ال 75,000. نعم. هذا مش مقبول. انا بسجل ملحوظاتك وقاعد، تفضل. يا ابوي. نعم. هلقيت انا بقول لك شغله وحدي، هلقيت هو مقبول للناس اللي دينهم 3000 ليره، راح يسد. نعم. اما الانسان اللي عليه دين فوق ال 50,000. ما هو مقبول. غير مقبول. حتى لو المد كافية. ما تقدر يوجد تجارة إلا لست شهور، لست شهور ما في تاجر بيقدر يعمل تجارة لست شهور. خليني يعني أخوي أحمد عبد العزيز. 25 وهذا إشي منطقي، إحنا موجودين في البلد مش هاربين. أخوي أحمد إذا سمحت لي وحلمك علي شوي، أنت بتقول للي عليه أقل من 5000 مقبول والمدة كافية، لكن التجار اللي عليه 50,000 وطالع غير مقبول. بس اللي فوق 10,000 كويس، اللي عليه 50,000 والله ما راح يقدر يعمل شيء. يعني سبع شهور، السبع شهور مش كافيات؟ ست شهور مش كافيات بالمرة، وسنة مش كافية. يعني هم لازم يفكروا ما دام بدهم يرجعوا الطبقه الثالثه او اللي في المجتمع اللي هي صح عالي واللي راح يفعل الاقتصاد اللي هم التجار المكسورين بدهم من هون ل 2025، هيك راح يصير في تفاهم بين الدائن والمدين ويصير في جدولي. اخوي احمد انا اذا سمحت لي راح يتفاهم مع التجار. اذا سمحت لي ست شهور كيف بدي اخذ مني ست شهور انا؟ كلامك منطقي، لكن اذا سمحت لي لو انك الان رئيس وزراء، شو القرار اللي ممكن تتخذه على سبيل المثال؟ سيدي القرار الحكومي عرفته، لقيت المدين موجود في الاردن. نعم. من هون ل 2025 خلي الناس ترجع تفتح مصالحها، خلي السوق يتحرك كويس، بصير ابداء حصل نجي بين الدائن والمدين وبنرجع للوضع الاولاني. يعني حتى انا لو ما سددتش مثلا 75,000 دينار خليني اسد 20,000 في خلال الثلاث سنين، بس الدائن راح يعرف اني انا عندي النية. ايوه، يعني انت كمان بدك تريح الدائن. ما هو احنا بالنهايه اهم شيء نعيد الثقه بين الدائن والمدين. نعم. القيتي عندنا يعني السوق، البلد بتقوم على الاقتصاد. اي دوله بتقوم على الاقتصاد. القيتي احنا عشان اقتصادنا نقدر يعني نقوي الدوله كويس، لازم انه يصير في ثقه في السوق، اللي حصل كلياته لانه انعدمت الثقه بين الناس.
يعني انت بتطالب يعني ان يكون على الاقل لل 2025 ما تحبسونا، خلينا نعيد الثقه بين الدائن والمدين. طالع قاعد في البلد وين بده يطلع؟ مين اللي قال الاردن بلدنا وين بدنا نطلع؟ وين بدي اطلع؟ عيالي وين بدي اوديهم؟ يعني انا مش براسي. أنا يعني انت لا يعني لا دقيقه، انت لا منكر الدين ولا هارب. ما بقدر اطلع، ولو يفتحوا لي الطريق انا ما بطلعش. يستحيل اترك الاردن. يعني انت بتفضل انه لل 2025 يعني اربع سنوات ثلاث سنوات. لا لازم لازم الدولي، وهي عارفه ايش هذا الدولي، لازم انه ل 2025. اما يقطعها ست شهور وبعدها ست شهور وبعد ست شهور، انا كتاجر ما بقدر ارجع ست شهور اشتغل. شو التجاره اللي بدي اعملها عمرها ست شهور؟ ما بدي اعمل ارضيه ينهي السوق. وحتى الدائن يعني اقول لك انا قاعد بتحرك في السوق، الدائنين مبسوطين جدا اني انا رجعت علما لغايه انا ما اشتغلتش. انا حاليا نزلت على السوق ووصلت اخبار للدائنين اللي رجعت، والله كلهم فرحانين. هذا دليل على انه في حسن نيه عند الدائن الحقيقي والمدين الحقيقي. تسمح لي اسالك سؤال؟ تفضل يا عمي. الان اخي احمد، نعم. إذا أعطوك سبع شهور ورجعت تجارتك ووقفت على جريك وما سددت كل المبلغ، الآن كانوا بيرجعوا قصقصوا جريك من أول بجديد. ما سمعتكش. بقول الآن لو أنت رجعت تجارتك ووقفت على نعم. جريك وبعد ست شهور ما سديت كامل المبلغ، كأنه الحكومة بتقصقص جريك من أول بجديد وبترجعك للمربع الأول. في أيوة هيك هيك رايحين يخربونا. اما اذا بتصير انه في فتره من هالمهنه 2025 هو الدائن اصلا وفقان فيه اني انا قاعد في الاردن وعلي منع سفر، وحتى لو عليش منع سفر انا قاعد في الاردن ما بطلع كويس. ولكن انا كتاجر لما بدي ارجع السوق، يعني احنا ما بدنا نحكي عن الديون اللي ماخذين مثلا من صناديق الاقراض او شغلات هذه، معروف مبالغهم بتزيد على 5000 ليره. نعم. ولكن كتاجر انا بدي اعمل ارزاق في البلد، يعني بدي ارجع افتح مصلحتي. بدي اظني بوجه الدائن، بدي اروح اتصل فيه اقول له تعال شوفني هيا عملت محلي، طبعا انا بدي اروح استاجر محل، استاجر لست شهور، انا ركبت على حالي دائن مره ثانيه. وصلت وصلت ملحوظتك، انا بعطيكوا يعني الوقت الكافي لتحكوا، لان اللي بداخلكوا والالم اللي بداخلكوا والمعاناه اللي بداخلكوا انا شاعر فيها. عواد الغويري السلام عليكم. ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ سيد خالد. نعم يا سيدي. الأعمار والأسعار بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. تفترض أنه هذا رئيس الوزراء بعد شهر شهرين بعد 10 أيام طار. نعم. طيروه برا الأردن. نعم. مين مسؤول عن كلامه؟ لا هذا قرارات مجلس الوزراء ما عليها تعديل. طب كويس. أجا رئيس الوزراء ولغى القرار ولغاه. نعم. احتجوا التجار وقاموا وحطوا سووا وطلعوا بهيصة ولازم بريطة وقالوا احنا سبع شهور ما بنوافق عليه أو ثمان شهور ما بنوافق عليه، بده مدة أكثر بده مدة أطول. مين بيضمن إنه هذا القرار يمشي على كل التجار؟ يعني أي تغيير على الحكومة من رئيسها والوزراء وجه رئيس وزراء ثاني أكيد راح يستمر وراح يستمع مرة أخرى إلى هنوبك. أنا بعرف ما بتفضل معك على هيك أستاذ خالد، يا ما أتى قرارات الرئاسة الوزراء السابقين وأتى اللاحق وغير القرار. كثير في قرارات تغيرت وكثير في مواضيع تغيرت وكثير في يا رجل يعني أخي عواد يعني أنا بقرأ من ما بين السطور من اللي بتحكيه أنك أنت متخوف أنه يصير مثلا نتروح الحكومة وتيجي حكومة ثانية ما يمشوا بالتعديل هذا. هذا بقصد أستاذي خالد، أنا بقصد أنه أنت أدرس بعمق، اطلع لقدام، اطلع خطوة لبعد ما بعد 1000 كيلومتر، شو ممكن تسوي؟ شو ممكن تعمل؟ هل في قرار ثابت وجريء ومضبوط على الأرض؟ هو السؤال. أنت يعني أنت أخوي عواد، أنت أخوي عواد كلامك أعجبني. يعني أنت الآن ما تقطروا علينا وتفتحوا الحنفية نقطة نقطة، أعطونا قرار نهائي أنه لل 2024 أو 25 ما في حبس للمدين، حتى إذا أجا أي رئيس وزراء ما يصير هناك تغييرات ولا تعديلات. يا سيدي الآن قديش طلعوا قرار من دون حبس المدينة لخمسة آلاف، وقديش طلعوا قرار لعشرة آلاف وعشرين ألف وثلاثين ألف، رجعوا على المربع الأولاني ورجعوا على المربع الجديد. يعني إحنا بين حالة وما ضاحت الحالة. أنا ما بتخذ على هذا الرئيس وزراء قرار ولا بثبت عند قرار معين، لأنه في عندك قرارات يجب أن تكون ثابتة، يجب أن تكون موضوعية. سيد الكريم مدروسة مكتبة جميع الوزراء،
مش حطك الله يعني. لا هذا قرار رئيس وزراء ماشي الأربعة وعشرين لا 25، لكن ما في قرار الوزير ثابت إذا صارت محله. يعني هون التخوف، هون سرعة البديهة، بدك تطلع إيش بصير في المستقبل، لوين طالعين، لوين ماشيين، لوين رايحين، لوين جايين، هل في سداد، هل ما في سداد؟ يعني شيء بحير إنه معطيني قرار لسبع شهور. يعني كأني بفهم من كلامك أخي عواد إنه لا تعيشون بقلق وتوتر، أعطونا أنه مدة لـ 2025 24 23، لكن خلي الأمور تكون واضحة، لا تعيشون بقلق لست شهور ويصير عندنا ألم بعد هالست شهور. يعني أقول أستاذ خالد، نعم أنا بتذكر بداية أزمة الكورونا قالوا أنه مدير المستشفى وزير الصحة قال أنه هو بتخش عليك على الدار وبتخش عليك على البيت وبتعطيك الأدوية وخليك في بيتك ولا تطلع ومش عارف إيش. طلعت بقول لك انه انا حكيت مع الادوية 700 مرة علي طاقة. اذا شفتهم انت انا شفتهم يا زلمة، احنا ما في عندنا قرار رئيس وزراء ثابت، ما عندنا قرار يعني خليك مكانك سر، ما في عندنا قرار بيجي الوزير بغيره، بيجي وزير ثاني بغيره، ثالث بغيره، الرابع. يا رجل ما فيش قرارات ثابتة وفيش قرارات تحلية او محكمة صنع، ما في. احنا عندنا قرار كل ما يوجه واحد بنفخ فيه، كل ما يجي واحد بنفخ فيه، ولا هم طيب القرار لبعض الصين. ليش انت يعني عمك تعطيني وعيد وقلق وازعاج دائما وبتحكي معي؟ يعني كاني انا نخطي، كاني انا الغلطان يا اخي، مش انا الغلطان. هم هي الحكومة دائما بتحكي، الحكومة دائما تحكي انه عملنا عمل مؤسسي، لكن من كلامك بتقول انه كل ما يجي وزير بغير، كل ما يجي رئيس حكومة بغير، اذا العمل غير مؤسسي. وانا معك، انا معك انه غير مؤسسي، غير مدروس، غير يعني غير واضح للجماهير، غير واضح للشعب، غير يعني قرار مش مدروس. يعني على مستوى الاقتصاد والسياسة الان مين يدير البلد؟ هو مين يديرها؟ هل تعرف التجار يديروها او مجلس النواب او فريق اقتصادي او فريق تجاري؟ من مدر الظروف بيروها يا سيد الكريم؟ لا يوجد هناك فريق اقتصادي او فريق نيابي او فريق برئاسة وزراء. وين الشراكة بين الحكومة والمؤسسات الاهلية؟ وين الشراكة؟ ما في شراكة، ما في اي تجاوب، ما في اي التناس، ما في اي عذر، ما في اشي. انما مدير المنطقة مدير المنطقة الاقتصادية الثانية، ولكن بدون جدوى، بدون عابر سبيل. يعني احنا ما بنحكي على الطبيعة، بنحكي خارج الواقع، خارج الطبيعة، خارج المألوف، خارج المتفاهم عليه بالدنيا كلها. يا سيدي اخي عواد، قبل ما نروح على الاتصال اللي بعده، الان انت حسيتك بتحكي بنوع من الألم، ويعني الأمور مش واضحة إليك، في قلق عندك. أنا عن جد أستاذ خالد، كل شيء كل شيء مصدر الحكومة لا أثق فيه ولا أثق في نفسي لأصدقه إطلاقا أبدا. يعني مستحيل إنه شيء يصدر من طرف الحكومة ومن رئيس وزراء أو وزير أو أي شخصية كانت في الدولة إني أنا صدقه ولا أثق فيه من قراراتي اللي أنا أهتم فيها. أنا بقول هو بعيد وأنا بعيد عنه، هو قريب وأنا بعيد عنه، أما ثقة 100%. شكرا يعني بارك الله فيك، شكرا. لأني بحاول إنه لأنه قلوبنا في فضائية الحقيقة الدولية معكم، فبنخليكم يعني على الأقل أنه تعبروا بأكبر قدر ممكن من الوقت، حتى يعني نصل لمرحلة أنه ما يكون في حبس للمدينة نهائيا. ويعني بنعيد وبنكرر أنه كل دول العالم ما في أي شيء اسمه حبس للمدينة، اللي مش نصابها، اللي مش نصاب وغير المحتال. وبالتالي لما يكون أنه أفلس أو أنه صار عنده ظروف أو يعني صارت عنه جائحة كورونا، في سبب مقنع أنه صار عليه ديون، وبالتالي ما بيحبسوه نهائيا إلا عنا. وبالتالي كلامك منطقي، يجب أن يكون هناك قرار ثابت أنه ممنوع حبس المدينة لل 2025. لا تقطروا علينا بالقطارة ست شهور وسبع شهور، وبيظل يعيش المدينة بقلق وعدم راحة، وحتى إذا عنده دافع للعمل بطل، بقول أنا من أول ست شهور ما رح أنا أسد لو يعني ربع قيمة الدين. بارك الله فيك. جمال من عجلون، السلام عليكم. جمال، السلام عليكم. وعليكم السلام أبو حبيب، كيفك أبو حبيب؟ والله الحمد لله رب العالمين. أبو حبيب صلى على النبي. اللهم صل عليك يا نبي. أكثرية المتعسرين مين؟ متقاعدين عسكريين.
يعني في متقاعدين في يعني غيره. أيوة. المتقاعدين العسكريين ليش ما بنطوهم اسكانهم اللي سحبوا اشتراكهم؟ ينطوهم اسكان وسدوا ديونهم وريحوا هالناس كلها. اول شيء بدهم يستردوا، واول وثاني شيء بصير حركه في البلد وبريحوا الناس يعني كلياته. اما لست اشهر وشهرين وثلاثه والله ما بتنفع مع الناس زي هيك. في ناس جاء برا مسافر مش قادر تيجي على الاردن هنا، يعني السبع شهور ست شهور خلينا نقول حسب يعني نبدا بنبلش من واحد واحد، غير كافي هاي المده؟ لا غير كافي، ينطوهم لل 2025 ل 2026 حتى الناس تقدر تشتغل تحتمل تقدر تسدد ديونها. طيب انا مش دفاع عن الدائن الان، مش دفاع عن الدائن الان، لو يصدر قرار من اي رئيس وزراء موجود ويقول لل 2025 شو بده يكون موقف الدائن؟ يا ابو حبيب في الناس زي هيك لما يكون 2025 بيقدر انه هذه المدين انه يقدر يدبر حاله ويصير يسد لما يصير يشتغل ويتحرك زي هيك، بيعرف انه ما فيش حبس بيقدر يتحرك ويروح ويشتغل ويطلع ويجي. اما لما تعطيني لست شهور ولما اوقف على الجاي بعدين يصير في حبس للمدين، كانك يا ابو فلان ما غزيت، ابصر شو المثل، كانك يا ابو زيد ما غزيت، كانك يا ابو زيد ما غزيت، صحيح غير كفايه يعني ست شهور والثاني يلا يلمم بس ايه البيت وفيهم. شكرا جزيلا اخونا جمال، يعني المده غير كافيه، ومن هون لست شهور اللي عليه مثلا فوق الأربعين خمسين ألف كأنه يعني ولما وقف عجريه وبرجع حبس المدينة وبنتهي لست شهور كأنك يا أبو زيد ما غزيت. إذن في مطالبات أنه أقلها ثلاث سنوات يعني للألفين وخمسة وعشرين، أو نلغي القراءة أو نلغي حبس المدينة نهائيا. محمد العتوم السلام عليكم. السلام يا أبو حبيب. يا حياك الله يا سيدي. أنا بطالب أنه تنتهي الكورونا من الأردن، وتخفيض تخفيض تنتهي الكورونا من الأردن وتخفيض الفوائد على المواطنين، يعني عدم حبس المدين لحين انتهاء جائحة كورونا. نعم، وتخفيض الفوائد على المواطنين ومع عدم النصابين. وضح لي الأخيرة بالله يا أخوي محمد. مع عدم النصابين كيف يعني؟ يعني اللي حاول ينصب على الناس وش هذا من طالب حبسه. اما الدولة لازم تخفض الفوائد على المواطنين حتى تنتهي جائحة كورونا. تخفيض الفوائد. نعم نعم. انا بدي اشكر اخونا محمد العتوم، يعني غالبية اللي بيطالبوا حول قرار رئيس الوزراء بتأجيل حبس المدين وأمر الدفاع 28 ل 31 ستة غير كافي وغير مقبول، باستثناء واحد بأنه يعني مقبول لكنه غير كافي ولن يمكن المدين من أنه يسد على الأقل لو ربع الدين اللي عليه. المطالبات اللي عم نسمعها الآن أنه يجب أن يكون هناك قرار ثابت ومدة زمنية ثابتة غير متغيرة، مش كل فترة نعطيكم ست شهور وبعدين نعطيها سبع شهور وبعدين نعطيه سنة. أعطونا قرار ثابت حتى المدين يقدر ويعرف أنه في عنده بالأربع وعشرين أو بالعام 2025 معه المدة الكافية أنه ينهض بتجارته، أنه ويكون قادر على تسديد قيمة الدين، وبالتالي يعني بقول لك أنا لا هارب ولا راح اترك اولادي وحطوا علي منع سفر، لكن لا تقطروا علي بالقطاره ست شهور وسبع شهور. اذا يبدو انه الاغلبيه تتحدث عن انه هاي المده غير كافيه ويعني غير مقبوله. هذا القرار انا يعني لما سمعت هذا القرار بصراحه مبدئيا ارتحت شوي. ليش؟ لانه الان واحد واحد قرب، ولو ما صدر هذا القرار من دولة رئيس الوزراء يعني بهذا اليوم واحنا ظل علينا تقريبا 15 يوم 16 يوم كان من الممكن ان تحدث كارثة عنا بالاردن، ولانه راح يشرفوا ويزوروا مراكز الاصلاح والتاهيل مش اقل من 150 ل 200 الف، والاعداد اللي بسمعها من عدد من المتعثرين اكثر من هذا العدد بكثير. لكن هذا القرار اللي أنا ريحني شوي،
انه المدين ما راح يزور مراكز اصلاح والتاهيل بواحد واحد ولا باثنين واحد، اعطوهم فرصه الست شهور او السبع شهور اللي اعتبار من تاريخ اليوم حتى يقدروا على الاقل انه يريحوا حالهم، لكن متفقين جميعهم الى انه ما بكفي، المده غير كافيه، ويعني هذا القرار غير مقبول. لمتى بدنا او بدها تظل الحكومه يعني متحكمه فينا؟ لكن في 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 الجانب الاخر المدين او الدائن، عفوا الدائن، بقول انا هذا القرار راضي عنه انا، وبصبر على المدين اللي اخذ مني والدائن مني سواء لتجاره او لغير تجاره، انا موافق وبعطيها المده هاي اللي هي الست شهور وموافق عليها، لكن اكثر من ست شهور انا ممكن يعني يكون لي حديث اخر، لانه هذا مالي وانا يعني تعبت فيه وداينته سواء بتجارة او دين كاش او ما الى ذلك، وهذا ابسط حقوقي انه يرجع لي فلوسي، وبالتالي مرتاح الدائن والمدين، لكن يبدو انه المدينين مش كثير مرتاحين، وبقولوا هاي المدة غير كافية وبتزعجنا وبتوترنا وبتقلقنا وما بتخلينا يعني انه نشتغل باريحية، لانه بظل احكي بيني وبين نفسي طلعت اليوم وبلشت بالتجارة وبشيت شهر وشهرين وبلشت اقف عجري وبعديها انتهت الست شهور برجع للمربع الاول. جوانا السلام عليكم. عليكم السلام حبيبي، تحية لك اخي الكريم ولكادر القناة الحبيبة اللي معطينا كل الحرية من سنين. حياك يا الله. اخي الكريم، هذه أبدا ما مقبولة، لأننا لعب بالأعصاب المديونين. هذا يخلي المديون لا ينام لا يرتاح، يفكر ليل ونهار وش وقت أدفع، وراح يجي شهر السبعة وراح يجي شهر ثمانية وهو ما مسوي شيء. أنا حكومة لو تريد تحل المشكلة تشكل لجنة تحلها من بكل بساطة، ماكو مشكلة على الأرض ما لحل، تشكل لجنة وتحلها هو بطريقته، شوف شو راح يسوي مع المديونين. أما يبقى المديون يبقى قلق منا سنة ولا 60 سنة، مو 6 أشهر ولا 60 سنة، يبقى قلق، لا يقدر يشتغل، لا يقدر يطلع، لا يقدر يوفي، لا يقدر. هذه لعب بالأعصاب يا أخي الكريم، هذا غير أصلا مو صحيحة هالطريقة. حكومة لها طريقة يحل المشكلة، وبعدين حكومة دا ينتظر على أساس يعني وضع الاقتصادي يصير جيد؟ لا والله، نحن رايحين على أسوأ وأسوأ وأسوأ، الوضع الاقتصادي سنة بعد سنة يصير أسوأ، مستحيل الوضع يرجع مثل ما كان قبل 10 سنين ولا 15 سنة، لأن ما مو بس الأردن، كل الدول العالم هذه خسرانين بالمليارات، شركات عالمية، مطارات، بيع السيارات عالمية، كلها خسرانة بالمليارات. هسه هو حكومة إذا صدق يريد يحل المشكلة للإخوان يشكل لجنة ويحل المشكلة بطريقة، البلد مليان عقول اقتصادية أخي الكريم، يقدر يحلها بكل بساطة، يقدر يحله. لما تجي انت تطلبني انا مثلا مبلغ وتأجله وتأجله وتأجله، هذه راح انا راح اصير اعصاب، لا اقدر اشتغل، لا اقدر اتعامل مع الناس، لا اقدر اتعامل مع اهلي، لا اقدر اتعامل، هذه يصير طامة كبرى على المديون، هذه غير طريقة ابدا صحيحة. اذا لابد يعني شكرا جزيلا، لابد من تشكيل لجنة، لانه المدين راح يظل بحالة قلق لحين يعني انه تكون الامور ثابتة وواضحة. رنيم المجالي السلام عليكم. رنيم المجالي السلام عليكم عمو. وعليكم السلام يا عمي. انا رنيم قسطان المجالي. حياك يا الله.
الله يعطيكم ألف عافية. الله يعافيك يا رب. حابة أشارك في البرنامج، بدي ألقي قصيدة قصيرة. يلا ولو أنه مش موضوعنا بس تفضلي. يا صاحبي اقرأ على الدنيا السلام، لو تشوف الصار تبكي وتنصدم، بتقول اسلام طيب وين الاسلام؟ اسلامنا صاير ترى بس بالاسم، الفقير يجوه والله اكبر حرام، الفقير يجوه والله اكبر حرام، الخبزة صارت عليه مثل الحلم، شايب ونحلان من عود وسقام، الجوع كافر هادم بحيله هدم، والله يقول ايام ماكل ونام، شوف ساقه من الضعف مثل القلم، دعوة المحتاج تصعد للسماء، دعوة المحتاج تصعد للسماء، لحجاب وتنطلق مثل السهم، انتوا عطوا كروشكم شرق وحرام، طز بشواربكم اذا انتم ظلم، طز بشواربكم اذا انتم ظلم، خبزكم تخمسوه بدموع الايتام، والله حتى ابليس منكم ينهزم، غيره غيره وشرف واخلاق، ما عندكم حرام، لا فهم لا دين، عندكم لا علم، اللي يجوع بلدك وتقدر تنام، ريت بيتك فوق راسك ينهدم، يلي عبدته المال مثل اهل الاصنام، الفقر بالناس واصل للعظم، الله وصى بالفقير بالاجسام، لا تظنوها تمر هيك بسلام، لا تظنوها تمر هيك بسلام، باقي كتابك تستلمه بيسارك. والسلام عليكم. شكرا ورحمة الله. شكرا جزيلا الى بنتنا رنيم المجالي. نذهب الى هاني عبد المطلب. السلام عليكم. اسمعني من التليفون اخي هاني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا سيدنا؟ شو اخبارك؟ الله يطول بعمرك يا رب. كيف امورك؟ الحمد لله. والله يا اخوك احنا بنعترض على هذا الاشي. تعترض؟ والله بنعترض، لانه في ناس والله مش لاقي تاكل الخبز. ابعدي عن التلفزيون. احنا بنعترض على هذا الاشي لانه في ناس والله مش لاقي تاكل الخبز. احنا بنشتغل مياومة. نعم. متجوزين، انا عمري 23 سنة ومتجوز، والله ما احنا لاقي ناكل خبز، سجلنا للجيش ابصر قديش مرة. يعني القرار انت مش معه هذا؟ لا مش معه انا القرار هذا. غير كافي؟ غير كافي. لو انك مسؤول شو بتتخذ قرار؟ لو اني مسؤول؟ اه. اني اساعد الناس. يعني بتمدد القرار لسنة سنتين ثلاثة؟ بنمدد عبين ما تتطور الامور، اقل ما بيها نتوظف. والله ناشدت الجيش، ناشدت الدنيا كلها، ولا واحد راد علينا. بس عقل ما فيها ناكل خبز، ناخذ راتب 350 400 ليره، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيك، شكرا جزيلا، غير مقبول وغير راضي اخونا هاني عبد المطلب. احمد السلام عليكم ورحمه الله. اخي احمد. هلا ابو حبيب، يعطيك العافيه. هلا احمد الحنيطي من عمان. اخي الكريم لو سمحت. تفضل. المريض بده علاج، العلاج شافي. شو قصة أبر التخدير هاي؟ ما بتفيد المريض لأنه راح يرجع له المرض. نعم. يعني أنت بتعطي 6 شهور أو 7 شهور مهلة للمدين، زين، أول الغيث قطرة، معلش، بس وفر له سبل العيش الكريم، اطلق سراحه، يعني لسه يعني المدين كمان رغم تمديد هاي المدة راح يظل بحالة أرق وبحالة نفسية تعبان. هذا يعني اللي انا هذا اللي انا بدي اساله يعني ومركز عليه، ليش يعني بظل بحاله قلق؟ الدين هم في الليل ومذله في النهار. ليش بظل بحاله قلق؟ ليه؟ لأن مش عارف بدي. طيب انت لك علي 100 ليره وانا قاعد، منين بدي اجيب لك ال 100 ليره؟ يا حكومه افتحي 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 مشاريع، افتحي مصالح للناس، خففوا الضرائب على الناس، خففوا قيمه الفائده الدفعه الاولى للمدين، لانه اكثر يعني انا بدي احكي لك اياها بصراحه وعوضي على الله. شغله البنوك هاي لمين؟ ما يكون لها الحيتان، الفوائد اللي تاخذها مليارات الدولارات كل سنه، عرفت علي؟ لمين؟ الي والك البنوك؟ مش الي والك، كلها للمدين؟ مش للمدين، معروفين ومعدودين عروس الاصابع. لذلك لازم هذا القرار يتبعه شغلات ايجابيه، انك توفر سبل العيش الكريم، تخفف نسبة الدفعة الأولى للناس اللي عليهم مبالغ حتى يقدر يعيد تنظيمه من أول لأول، وزي ما بيقولوها أول الغيث في قطرة. يعني أنت ما بتصير شو يعني لو أجلوها 20 سنة وما عندي شغل وما عندي دخل وبدي أعطيك قيمة الدين اللي علي، منين أجيب لك؟ زي ما بيقولوها تيتي تيتي، زي ما رحت تيتي. طيب والله بدي أسأل سؤال أخوي أحمد الحنيطي، يعني كلامك
في يعني نسبة عالية من المنطقية. الآن بتقول يعني إذا سمحت لي، الآن بتقول أنت لو يمددوا 20 سنة وما في أشغال إذا الوضع راح يظل زي ما هو. بالضبط. طب يعني إيش تعمل الحكومة؟ إيش تعمل الحكومة يا سيدي؟ أنت قاعد، أنت قاعد بتصرف على المحبوس 700 دينار شهري. صحيح. يا أخي ما أنت بدك بكرة تجيبه وتحطه بالسجن وتصير تحبس تصرف عليه كمان وبتزيد خزينة الدولة عبء أكثر. مضبوط ولا لا؟ طب والله كلامك منطقي، لكن خليني أسأل كلام يعني أو سؤال حق حتى ما يزعلوا منا الدائنين. طب شو ذنب الدائن الآن؟ لا لا لا، ما ذنبه، ما ذنبه، ما ذنبه، احنا بنقول ما ذنبه، لكن ارحموا عزيز قوم ذل، ارحموا عزيز قوم ذل، والدنيا يسر، فيها يسر وفيها عسر وفيها خير وفيها شر، لكن الأفضل أن نتبع الخير ونبعد عن الشر. الله يعطيك العافية، السلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيك. والله يعني حكي كلام مهم أخونا أحمد الحنيطي، يعني بقول لو مددتوا 20 سنة أو أكثر، الآن ما دام ما في وظائف أو ما في حركة تجارية بالسوق يعني تخلي المدين إنه يتحرك، الآن ما بيقدر يسدد لو مددتوا له 20 سنة وأكثر. يعني في كلام جزء من المنطقية. إذا نحن بحاجة إلى مشاريع، بحاجة إلى استثمارات، بحاجة إلى أنه نعطي ونقوي المدين ونحفزه، نخفض من الفوائد، نخفض من كثير من الأمور، لكن لابد من وجود مشاريع ناجحة واستثمارات ناجحة لعل وعسى أنه يقدر يتحرك المدين وسد. أما تمد 6 شهور ولا 20 سنة، الحال واحد ما راح يقدر يسد، لأنه ما في شغل يشتغله ولا في شيء يقدر يعمله حتى يكون عنده إيراد وإسد. موسى ريالات إذا مش غلطان، أنا موسى من الزرقاء، السلام عليكم أخي موسى. ألو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. يعني حياك الله. عم ياسا، بالنسبة لقصة الدائن والمدين، يعني زي ما تفضلت لو قاعد 20 سنة بدون يعني عملوا قرار 20 سنة، احنا بدنا الزبدة يكون حل عادل للطرفين. يعني ماشي الحبس قول بكلف الدولة، ماشي يا عمي، طب ليش ما يعملوا قيود مدنية يفتك الطرفين؟ يعني الطرفين بيرتاحوا، يعملوا قيود مدنية بدناش حبس يا عمي. كيف يعني قيود؟ شو احنا بنقول احنا كمان؟ شو انا زي بصرف من وراء هذا البيت، انا عندي بيت، لا عندي تقاعد ولا شيء، بصرف من وراء، انا عندي مستاجر بدفعش، طيب ايش اعمل؟ شو اللي قصدته انت يعني بكلامك انه حلول؟ يعني يعملوا قيود مدنية. شو المقصود بالقيود؟ العهد الدولي. القيود شو المقصود بالقيود؟ العهد الدولي، بقولوا اتفاقية العهد الدولي. العهد الدولي عندهم قيود مدنية. ايوه. بممنوعية حبس المدين. كيف؟ القيود الموجودة في خارج الأردن والدول والاتفاقيات تمنع حبس المدين، نطبقها عنا إذا. عندهم قيود مدنية يا سيدي. عندهم حلول يعني. طب انتوا نازلين تأجلوا، طب اعملوا حلول، اعملوا لجنة، جيبوا ناس بتفهم وتطلع وتحكي، تطلع قرار يعدل بين الطرفين. بدي اعتبر اخوي موسى، ما بصير هيك الناس ما تدفع، في عندك مستأجرين بطلوا يدفعوا. انا بعرف انه في مستأجرين بقعد شهر وشهرين، الشهر الثالث بغادر، في قضايا قديمة. صحيح، انا بعرفه، في قضايا قديمة. صحيح. في قضايا، في مستأجرين عليهم 1000 و2500 بطلوا يدفعوا، ركنوا، كانوا يدفعوا بالأول، كانوا يدفعوا بس طلع أمر الدفاع بطلوا يدفعوا. نعم. بس طلع أمر الدفاع. أنت الآن أخي موسى إذا سمحت، لأنك أنت آخر المتصلين، الآن لو أنك مسؤول شو بتعمل بما أنه عندك هالأفكار هاي؟ أنا بجيب ناس أصحاب خبرة وعندهم دراية وبحلوا بين الطرفين، بس هسا كله على حساب الدائن، بيمدد على حساب الدائن. قبل ما يطلع القانون هذا أمر الدفاع كان ينكتب حلقنا، يقول لك خد لك هال20 ليرة، خد لك هال30 ليرة، سلك. هسا بقول لك روح بلط البحر، روح اشتكي، روح هاي الحكومة قد ركنوا على القرارات الجائرة هاي. هذا قانون جائر، إني أنا ما أخذ حقي كمان. كيف أنا ما أخذ حقي؟ يعني أنا موسى أنا الثاني. حتى الأمر يكون واضح للمشاهدين بالنسبة لك، أنت دائن وليس مدين،
الآن أنت تعتقد أنه أوامر الدفاع شجعت المدينين أنهم ما يسدوا؟ مش على الكل، مش على الكل. يعني والمستأجرين بطل يدفعوا أجرات، يقعد شهرين ويقول اعمل اللي بدك إياه، ما في مش الكل، ربنا الله مش الكل. نعم. بس في يعني في ناس ركنت بطلوا يدفعوا. يعني في عندك ناس قضايا قديمة كانوا يدفعوا، يقول خذ سلك حالك، بس لما طلع أمر الدفاع من سنتين ونص بقول لك روح بلّة البحر، روح يلا اشتكي وين ما بدك. في يعني الأكثر، يعني هم يعملوا دراسة، أكثر أكثر اللي عليهم مبالغ بطلوا يدفعوا اللي عليهم مبالغ بطلوا يدفعوا، ركنوا بينما كانوا بالأول يدفعوا. بارك الله فيك، شكرا جزيلا. يعني ممكن والله، يعني في كلامه يعني منطقي، الناس ما دام في امر دفاع بطل يسال ويقول اعلم بخيلك اركب، ما عندنا اي مشكله، ما في حبس ما في سداد يعني، لكن هم اقليه جدا، ولا اللي عليه دين بده يخلص منه ويسد. انتهى وقت البرنامج، كل الشكر والتقدير والامتنان الى معد هذه الحلقه الزميل عدنان بدرين، فريق العمل الزميل محمد عوض الله، محمد خالد الديري، إسماعيل أصبيحي، وها أنا خالد خطار. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا لوفائكم، دمتم في رعاية الله. رأيك بهمنا. برنامج تفاعلي يستمع إلى آرائكم في مختلف القضايا. برنامج رأيك بهمنا، لأن رأيكم بهمنا دعونا نستمع إليه لنصل إلى حلول مناسبة حول القضية التي نطرحها. برنامج رأيك بهمنا